سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا مرة مرة في النواحي اللي في شمال الخط أسفي تاتا فيقيق، وغادي يكون مغيم شوية ولا غالفي الصفا في السواحل ما بين أكادير وبوجدور. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في الخط العشية في شمال الخط العرايش تونات بحال حتى في الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية، وغادي تضرب العضة في الريف وشمال المنطقة الشرقية. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، والقوه ديالو ما مجهده شويه الا في دكالا عبده وبالخصوص السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو طالعه ما بين 60-80% في غالب المناطق ما عدا في تادلا والاطلس المتوسط وكذلك درعا وتافيلات فاش غادي تكون هابطه لقل من 55%. الحراره وسط النهار غادي تبقى هي ولا تنقص بشي درجه ولا جوج على ديال البارح. 25 درجه في واد الذهب، 26 درجه في اللوكوس وناحيه عبده، 28 درجه في الريف الاطلس المتوسط وناحيه الشاويه، 29 درجه في سايس دكاله والساقيه الحمراء، 30 درجه في المنطقه الشرقيه، 31 درجة في الغرب وناحية السوس، 33 درجة في تادلة وناحية الحوز، و 38 درجة في درعا وناحية التفيلات. إذن الحال غادي يزيد يتقلب شوية ويزيد يتغيم شوية أكثر ويعطي اشتوات الرحمة مع الأعضاف بعض النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم، والريح غربي ومعتاد في القوة ديالو في غالب النواحي، والرطوبة طالعة في السواحل وعدة مناطق أخرى، والحرارة مازال طالعة والحال سخون وسط النهار بالخصوص النواحي الشرقية وبعض المناطق الوسطانية. وفي هذا الطقس اللي بدات يرحمنا باشتوات الخير في عدة مناطق جبلية والنواحي القراب لهم، خاصنا ناخذوا جميع وسائل الاحتياط من مشاكل الرعدة اللي يمكن تدير خسائر كبيرة في الجنانات ديالنا وكذلك في النوادر والزراعات ديالنا. فعلى الأقل نوجدوا المياهات مناش الدوز ونكسوا الشعابي والويدان باش يدوزوا الرعدات بسلام، وإن شاء الله بالتوفيق والله يرحمنا.